إذا بعد ما عملنا المرة الماضية طلعنا على هذا الكيرف شفنا الساتوريشن كيرف كان هذا لوغاريتميك هذا كان لينير فهذا كان لوغاريتميك طلعنا منه أخذنا 0.8 وإذا متذكرين كان السؤال بقول إنه عندي الأريا تبعت الكور 150 سنتيمتر مربع اللي هي بتساوي 150 على 100 في 100 متر مربع اللي هي بتصير 150 times 10 to the 4 أو 1.5 times 10 to the minus 2 square meters. إذا مظبوط طلعنا الأريا هاي الكروس سكشن الأريا تبعت الكور اللي مر فيها نعم minus 4 اوكي هاي هي الكروس سكشن الاريا تبعت هذا الكور احنا عارفين ايه فلو احنا اجينا طلعنا على هذا الكور هي نفترض هاي الكروس سكشن الاريا تبعته واحنا مركزين هون على ايه تبعت هذا الكور وقلنا انه هون بدي الفلكس تكون في السؤال 5.012 ويبر فمن السؤال اجينا قلنا ما دام انا عارف بي في ايه بتساوي فاي احنا بدنا نطلع بي فبي بتساوي فاي على ايه فكانت تساوي 0.012 ويبرز على 1.5 times 10 to the minus 2 اللي هي مفروض طلعت معنا 0.8 مظبوط هذا الرقم تاكدوا لي 0.8 مظبوط كانها 12 على 15 مظبوط فطلعت معي هذه اللي فيها 0.8 تسلا ما بقدر ادخل البي اتش كيرف باكسترينزك بروبرتيز فاهمين؟ بقدر ادخل الجي اتش كيرف بانترنزك بروبرتيز، وانترنزك بروبرتيز يعني بدها تكون بي واتش، مش فاي واف. اوكي؟ كان ممكن هذا الكيرف ينعمل فاي واف بس هو معمول بي واتش، طلعنا منه 0.8، هلا رحنا على الكيرف، اخذنا ال 0.8 ودخلنا على الكيرف، انا مش راسم هون الكيرف بدك ترسمه بدقة او تاخذه بدقة من الرسمة، ومنه طلعنا انه اتش لازم تساوي حتى يتحقق عندي تسلا حتى يتحقق عندي ماجنتيك فلوكس دنسيتي مقدارها 0.8 تسلا على هذا الكيرف اللي هو نون لينير لازم بهذيك القيمه عند هذيك القيمه تكون عندي هاي 120 امبيرز بير متر اذا الان الهدف اني هلا بدي احسب اتش من اف اوكي ماشي فاهمين؟ اتش نذكر حالنا انترنزيك بروبرتيز اف راح تكون اكسترنزيك بروبرتي تي انترنزيك بروبرتي فاي اكسترنزيك بروبرتي اوكي ماشي اذا هون نطلع على اتش صارت عندي هلا 0.012 عفوا 120 فصار هلا بدنا الكرنت وعدد اللفات عندي معطيني ان بساوي 200 تر فصار عندي طبعا اف بدها تكون هاي بدها تساوي اللي هي نفسها الام ام اف بدها تساوي ان في الاي وانا بدي اطلع الاي هلا بهمني حتى اطلع العلاقه بين اتش واف بدها تكون ام ام اف على الكور لينث فلازم نجيب الكور لينث والكور لينث معطيني اياه بالسؤال بيساوي 55 سنتيمتر اللي هي 0.55 متر هلا ما رسم لي هو رسمه ولا رسم لي مستطيل ولا شيء اختصر لي المعلومات وشو اعطاني؟ ال سي هلا ممكن ال سي تكون اني ثينج يعني ممكن على فكره تكون دائره زي هيك تكون جبت حلقه زي هيك من فيرو ماجنتيك ماتيريال الطول تبعها المين لينث طبعا المين الوسط الخط المتوسط هذا بيساوي ال سي وين الاريا؟ هيها هون باجي هون بعمل كروس سكشن في هاي كروس سكشن هير وبطلع عليها بشوف هاي الاريا بتساوي قديش كانت 1.5 times 10 to the minus 2 square meters اوكي ممكن هيك تكون ممكن شو تكون ممكن تكون هيك نفس الشيء والمين باث هذا ال سي شو بيساوي؟ 55 سنتيمتر اذا جيت عملت هون كروس سكشنال اريا هون وطلعت عليها هون هي مهشره بلاقي الاريا تبعتها 1.5 times 10 to the minus 2 بس شو بهمني هلا بالكور لينث؟ بدي اعرف الكور لينث، الكور لينث هو هاي المسافه كلها معطيني اياها جاهزه فمعطيني فهلا هون ممكن كان هلا عدد اللفات اعطاني عدد اللفات قديش كانوا؟ 200 ممكن عدد اللفات تكون 200 لفه هون ملفوفه وممكن عدد اللفات تكون ملفوفه هون هيك ما بهمش هلا هون السؤال العلاقه بين الام ام اف اللي هو الماجنتوموتيف فورس واتش شو هو؟ ايش العلاقه؟ عندي اتش بدها تساوي ال
magnetomotive force على correlation. مظبوط؟ فعندي magnetomotive force F اللي هي Ni عندي 200 في I، L عندي اياها اللي هي 0.55، و H شو بتساوي؟ 120. الوحدات صحيحة كلها SI، مش هيك؟ هذه هون امبيرز بير متر صحيحة، هذه وحدتها مترز، هذه تيرمز طبعا، وهي رح تطلع معنا الامبير، فبصير I بيساوي 0.55 مضروب في 120 على 200، فقديش 0.3 امبير او شيء زي هيك 0.3. اذا هون اللي عم نحكي انه بهذا الكور بغض النظر شو كان شكله، مررنا كرنت بضربه 330 ملي امبير في 200 لفه، تكون عندي ام ام اف، الام ام اف قيمته هو ان في اي اللي هي اف رمزناها بالرمز اف اللي هي الماجنتوموتيف فورس. هذه اشتغلت على مسافه مقدارها 55 سنتيمتر عشان يتحقق لي ماجنتيك فيلد سترينث. الماجنتيك فيلد سترينث اللي تكونت بتعتمد على هاي الديستنس اللي اشتغلت عليها هاي الام ام اف، فالام ام اف هاي اشتغلت على مسافه مقدارها 55 سنتيمتر اللي هي الكور لينث المين لينث من هون، فتكون عندي اتش. لكن هاي الماده اليو مش كونستنت فيها، فلما اتش صارت 120 امبير سبير متر او امبير تيرنز بير متر اذا بدك تستعمل هذا هاي اليونت امبير تيرنز بير متر، جينا قلنا على 120 امبير سبير متر قديش بتوقع الماجنتيك فلكس دنسيتي تكون من هذا الكيرف 0.8 تي. 0.8 تي رجعنا هون، لو ضربنا 0.8 تي في اي تعطيني فلكس، الفلكس طبعا هون هو نفسه الفلكس هون هو نفسه الفلكس هون هو نفسه الفلكس هون، مش هيك؟ فالفلكس عندي قديش طلع 0.012 ويبرز. انا هون حليتها بالعكس، هلا هو كان ممكن بالعكس، كان ممكن اعطاني الكرنت وطلب مني الفلكس، بدي امشي بنفس الطريقه. لاحظوا هون لانه ميو مش كونستنت لازم ارجع ادخل الكيرف على قيمه اتش واطلع منها قيمه بي، او ادخلها بقيمه بي واطلع منها قيمه اتش. اوكي؟